السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من قناتكم أسرار. تم في إحدى الجامعات الأمريكية دراسة سلوك الأثرياء، كيف كانوا يعيشون قبل وصولهم إلى الثراء، وكيف كانت عاداتهم اليومية، وقد توصلت إلى صفات مشتركة بينهم. في هذا الفيديو سأقدم لكم 3 تصرفات مشتركة، إذا كنت تقوم بها فإنك حتما ستصل إلى الثراء بإذن الله. أولاً، سرعة التنفيذ، إذ يأخذون المعلومة ويطبقونها في الحين، كما يقال في الحكمة المشهورة: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. ثانياً، القدرة على المبادرة بالحركة عندما تشعر أنك غير متأكد. هؤلاء الأشخاص عندما يشعرون أنهم غير متأكدين من شيء ما في حياتهم يبادرون في الأمر، كما يقول روبنسون: يتم تحديد النجاح من خلال تعاملك مع انعدام التأكد بشكل مريح. ثالثاً، تقدير الوقت. إذا كنت شخصاً يعد كل ثانية تمر في حياته وتستخدمها في الوصول إلى حلمك ولا تضيع أي ثانية بإدراكك لأهمية الوقت، فإنها علامة خير تؤكد أنك ستكون إنساناً ناجحاً بإذن الله. فهؤلاء جد صارمين في الوقت، ويطاردون أحلامهم ويسعون إلى الرزق بالنوم باكراً والاستيقاظ باكراً. إن أعجبكم موضوعنا من قناة أسرار، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.